حروب، سيول، وفيضانات وحرائق، كوارث طبيعية وبشرية تضرب السودان. لكن هذه المرة في ظاهرة غريبة، حيث هطلت على إقليم دارفور أمطار سوداء فجرت حالة من الهلع بين السكان، خاصة أن متخصصين يتفقون على خطورة ظاهرة الأمطار السوداء وتأثيراتها المستقبلية في حياة الناس واحتمالات ظهور طفرات جينية لدى الإنسان أو الحيوان أو حتى النبات، ما يهدد بتشوهات المواليد أو الإصابة بالعقم لدى البشر والحيوانات وتدهور الجودة بالنسبة إلى النباتات والمنتجات، وكلها آثار مدمرة. تنوعت التفسيرات المسببة لتلك الظاهرة وارتباطها بحدوث تلوث بيئي بسبب الانبعاثات الكثيفة للأدخنة أو استخدام سلاح جديد له تأثيرات بيئية خطيرة أو تفاعل الغازات السامة كثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت والنيتروجين مع بخار الماء، ما قد يؤدي إلى تكوين غيوم وسحب دخانية سوداء قد تؤدي إلى هطول الأمطار السوداء عالية الحموضة في الوقت نفسه.